طيب النهارده بصيره، مركز ابحاث بصيره اعلن ونشر الحقيقه النشر ده في اليوم في المصري اليوم نتائج استطلاع راي المصريين حول اداء المحافظين الحاليين. معي على الهاتف الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز بصيره. مساء الخير يا دكتور. مساء النور استاذ لميس، اهلا. يعني احنا معانا الجراف اخر ربما لم ينشر حول استطلاع الراي اللي انتم عملتوه، قول لي اي المحافظين اولا، ليه قررتوا تعملوا هذا الاستطلاع وملاحظاتك الاولى عليه؟ الحقيقه احنا عملنا هذا الاستطلاع لانه انا بعتقد انه هناك غيبه لمنظومه للمتابعه والتقييم على المستوى المحلي، وبالتالي فالاحساس بالمواطن على المستوى المحلي مش موجود، وتقييم المحافظين بالتالي ليس له اساس علمي. انا بعتقد ان احنا بحاجه الى منظومه متكامله، ليس فقط استطلاعات راي لكن منظومه متكامله تسمح بتقييم المحافظين بشكل واقعي وعلمي. انا بتكلم على منظومه كي بي ايز، يبقى لكل محافظه في مؤشرات اداء، وهذه المؤشرات هي التي تحكم الوضع في المحافظه وتشير الى مدى النجاح او الفشل لكل محافظه. اللي قمنا بيه هو ان احنا في خلال الاستطلاع الكبير اللي عملناه على تقييم اداء الرئيس، قلنا طيب اذا كان تقييم اداء الرئيس مرتفع، طب ما هو تقييم المواطن لاداء المحافظ؟ والحقيقه النتيجه الاجماليه اللي وجدناها تقييم اداء الرئيس زي ما كنت موجود مع حضرتك الاسبوع اللي فات كان 90%، تقييم اداء رئيس الوزراء كان 70%، تقييم اداء المحافظ في المتوسط كان 50%، تقييم اداء رئيس الحي او رئيس الوحده المحليه كان في المتوسط 40%. والتسلسل الحقيقه بتاع النتائج دي له دلاله هامه، لانه اعتقد انه هناك مشكله على المستوى المحلي في مصر كلها، ولكن عندما نطلع الى اعلى بالنسبه لرئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه فهناك طبعا اعتبارات اخرى مرتبطه بالاحساس بالخطر نتيجه الارهاب او الاحساس بالخطر نتيجه للتحديات الخارجيه، ربما تجعل المواطن المصري يعطي للرئيس نسبة أعلى من التأييد. لكن هناك أعتقد عدم رضاء عن الأداء على المستوى المحلي يجب أخذه في الاعتبار في العام الثاني للرئيس. طيب إذن زي ما أنا شايفة كده أعلى محافظ أو يعني محافظين أولا، كان إيه السؤال اللي كنتوا بتطرحوه على السؤال؟ يا ترى أنت موافق ولا مش موافق على أداء المحافظ اللي تبعك، لكن اللي هو تبعه يعني. بس أقول لحضرتك أنه أحد النقاط المهمة انه اللي احنا وجدناه ايضا، عشان برضو هذه النتائج ما تؤخذ يعني بمأخذ يعني مختلف، انه بصفة عامة المحافظات اللي فيها مستوى تعليمي مرتفع بيبقى التأييد الموافقة على اداء المحافظ منخفضة، بمعنى ان كلما كان في نسبة جامعيين عالية فالجامعيين عادة بيبقوا اكثر يعني تحفظا في ابداء ارتياحهم او موافقتهم على اداء المحافظ. فبالتالي المحافظات اللي كان فيها نسبة تعليم عالية كانت هي معظمها المحافظات اللي قالت انها غير موافقة على اداء المحافظ. وده طبعا لانه الاكثر تعليما بيبقى اكثر انفتاحا على العالم، بيبقى تطلعاته اعلى، بيبقى ربما بيقارن الوضع في محافظته بدول اخرى زارها الى اخره. فدي بس يجب ان تؤخذ في الاعتبار. لكن بصفة عامة النتائج كانت بتقول انه الشرقية كانت اعلى محافظة فيما يتعلق بالنسبة اللي قالوا ان هم موافقين على اداء الرئيس، والقليوبيه والجيزه والدقهليه كانوا اقل ثلاث محافظات فيما يتعلق بالموافقه على اداء المحافظ. يعني احنا بنتكلم في الشرقيه والاقصر خلينا ناخد ثلاث محافظات، الشرقيه والاقصر وسوهاج. على ثلاث محافظات، الشرقيه والاقصر وسوهاج. وسوهاج دول الاعلى. من ناحيه الراي المواطنين في اداء المحافظ. وبنتكلم في ستينات، يعني احنا ما بنتكلمش في اكتر من مش يعني اكتر من ستينات بالظبط، يعني في الستينات 62 الى وإلى 5. يعني أعلى محافظة الشرقية اللي موافقين عليها 65% موافقين، ما بين موافق وموافق جدا. بالظبط بالظبط. والأقصر تقريبا نفس الأقصر 64 والسوهاج 62. والقليوبية والجيزة والدقهلية هي الأقل. القليوبية 42، الجيزة 44، الدقهلية 44 أيضا. فالثلاث محافظات دول هم الأقل، لكن زي ما هيك شايفة الفروق ما هياش فروق واسعه قوي لان في تضرب في المحافظات، ولكن انا بعتقد ان هذه النتائج هي يعني جزء من منظومه للمتابعه والتقييم المتكامل للمحافظ،
لكن كمان بتبين انه في بعض المحافظين محتاجين ان هم يبذلوا مجهود اكثر في التواصل مع المواطنين. لانه الحقيقه كمان في سؤال اخر يمكن له اهميه، اللي هو هل تعرف اسم المحافظ ولا لا؟ فعلى مستوى الجمهوريه لقينا 7% بس من الناس يعرفوا اسم المحافظ. على مستوى الجمهوريه 7% بس. بالضبط. هل نتيجه التغيير ولا نتيجه انه مش مهم اسم المحافظ مين، المهم ان هو يقوم يعني بدوره؟ يعني وجدنا تفاوت كبير قوي، مثلا اعلى محافظه كانت السويس 21%، وعلى فكره محافظه السويس الرضا عن اداء المحافظ ما كانش عالي قوي، يعني ناس عارفاه لكن الرضا عن ادائه ما كانش عالي. وبتتدرج الى 1% في الغربيه، 1% فقط من التقلب في الغربيه كانوا يعرفوا اسم المحافظ. وده برضو يدل على اهميه التواجد المحافظ والتواصل بينه وبين المواطنين، بحيث يبقى فيه نوع يعني من المعرفه بدوره، ويمكن التواصل مع الجماهير ربما يفيد في انه على المستوى القاعدي او على المستوى الشارع العلاقه بين المواطن والحكومه تكون افضل من كده، ويبقى فيه نوع من التقييم اللي مبني على الادله اكثر، لكن ده كمان يرتبط بوجود كي بي ايز او مؤشرات اداء يستطيع مثلا رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه انهم يقيموا اداء المحافظين بناء عليه. احسن 3 قرارات تم اتخاذها من قبل المحافظين على مستوى الجمهوريه، اكتر حاجه خدها تجميل المدن ورصف الطرق، دي 13%، و12% تدوير القمامه، و9% ازاله المباني المخالفه والتعديات. ايوه بالظبط. بس 72% لا يعرف. 72% ما ذكروش حاجه. قالوا ان هم ودي برضو نقطه مهمه، يعني اعتقد ان هناك حاجه ماسه لانه المحافظات يكون لديها ادوات للتواصل حتى انه المواطن يبقى عارف ايه اللي بيحصل، لانه ربما يكون في برضو قدر من الغياب. عندنا الصحافه المحليه، الاعلام المحلي، كل ده لازم الإعلام طبعا يبقى مهم جدا، لانه الاعلام القومي او الاعلام الوطني التالي هو اللي طاغي، لكن في هناك حاجه ماسه الى اعلام محلي سواء كان تلفزيوني او كان صحيح ورقي او كان سوشيال ميديا. اعتقد ده مهم جدا على مستوى المحافظه. اكتر 3 حاجات مطلوبه من المحافظين على مستوى الجمهوريه، 38% قالوا فرص عمل للشباب، 34% قالوا تدوير القمامه، و20% قالوا مراقبه وضبط الاسعار. بالظبط. هنا حضرتك لما تقارني النتائج دي بالنتائج اللي قبليها هتلاقي ان مثلا اللي لا يعرف هذا السؤال كان 6% بس، اللي كان لا يعرف هو هنا عارف وعايز ايه؟ هو عارف وعايز ايه؟ هو التاني التاني ما كانش عارف ايه افضل حاجه عملها. اللي بيحصل. بالظبط على ارض الواقع. الحقيقه انه المحليات يعني هذا الاستطلاع وان كان كاشفا لشيء فهو كاشف لان الازمه وجزء كبير من الازمه في هذا البلد في المحليات، والمحليات محتاجه لا مركزيه ومحتاجه تغيير في الاداء ومحتاجه اشياء اخرى كثيره، وطبعا محتاجه كمان انتخابات للمجالس المحليه، انتخابات ومحتاجه قانون محليه مهمه جدا. والنهارده الحقيقه وزاره التنميه المحليه ارسلت اخيرا يا رب ارسلت مشروع قانون الاداره المحليه الجديد لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله، يعني نتمنى انه هذا القانون بقى يعني لازم ندرسه بشكل، لان حضرتك خدي بالك المجالس المحليه معطله من 2011. المجالس المحليه معطله فعلا، لابد من اعتقد ان انتخابات المحليات اهم كتير من انتخابات مجلس الشعب دلوقتي الحقيقه. صحيح صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد عثمان على هذا الاستطلاع. المحليات يعني المحليات هي أساس، لأن هي دي اللي تتعلق بالمواطن، هي دي بتاعت البيت، العمل، الحياة كلها في المحليات. إذن المحافظات الأعلى في الأداء اللي هو موافقة على أداء المحافظ هي طبقا للاستطلاع بصيرة الشرقية، الأقصر وسوهاج، الأقل هي القليوبية، الجيزة والدهلية. أنا الحقيقة مستغربة مثلا القاهرة واخدة متوسط، واخدة أداء مثلا 48% موافقة، رغم أنه الحقيقة أنه يعني يمكن دي وجهة نظري أنا لما أراه من أداء محافظ القاهرة، أنا شايفة أن أداء محافظ القاهرة ممتاز الحقيقة، يعني ما حدث في وسط البلد، إزالة الباعة الجائلين، كل الجراج، التحليل، كل ده أداء ممتاز للمحافظة القاهرة. لكن القاهرة طبعا محافظة ضخمة جدا، هي العاصمة، وكلما ارتفع مستوى التعليم بالفعل كل ما الناس كانت عايزة أداء أفضل وعايزة طبعا يعني تكون راضية بشكل أكتر على عن المحافظ. 7% فقط من يعرفون اسم المحافظ في مصر، وعلى مستوى الجمهورية ومطالب الناس فرص العمل، القمامة، تدوير القمامة، يعني عايزين نظافة يعني بصراحة، ومراقبة الأسعار.
دي مطالب الناس من المحليات. النهارده زي ما قلت لكم قانون الاداره المحليه ذهب الى الفتوى والتشريع في مجلس الدوله، نتمنى بقى ان يبقى فيه قانون محليات اخيرا، يبقى عندنا قانون للمحليات.